على شنو زعلان وشنو تستفيد؟ عندك خبر ان الزعل اقوى من المرض؟ يغير ملامحك، نظرة عينك، يغير احساسك في كل شيء. الزعل ممكن يطفيك تماما. حاول لا تزعل عشان صحتك او لانها مو مستاهله. زعلان على واحد باعك بذمتك هذا السبب؟ ما هالدنيا بكبرها زايله، شلون تطلب اشياء دائمه في دنيا مؤقته؟ تبي تزعل؟ ازعل على اشياء تسوى، ازعل على ايامك اللي ضيعتها وانت بعيد عن والدينك، عن ربك، عن دينك، ازعل على اعمالك اذا كانت سيئه لا سمح الله، مو تزعل على اشياء دنيويه. لا ضقت من دنيتك واستاءت احوالك، لا ينشغل بالك، خلك على صبرك، لا متبكره معك في القبر، اعمالك، الحزن والضيق ما هي داخله قبرك.